الخال، صباح الخير يا مايكل. صباح النور يا بيتر. ايه الاخبار يا حبيبي؟ تمام تمام الحمد لله. اخبارك واخبار المدرسه ايه والمذاكره ايه؟ ماشي تمام الحمد لله. هي مش رايح المدرسه النهارده ولا ايه؟ لا اروح. طب يلا يا ابني مستني، انت تاخرت على كده. ماشي خمسة ماشي بس اخوك عشان اروح معاك المدرسه. ماشي خلاص ماشي، هتاخده في طريقك. ياه نسيتني يا اخي. خد انت اخوك، خلي بالك من نفسك انت واخوك. ماشي عايز حاجه؟ لا خلاص روح حبيبي. صاحب ماشي يا زين. ايه مالك؟ سوالها مساء النور. فول خد يا زميل نفس كده يا زميل. لا ما بتضربوش والله. ها حاجه كده يا حاجه عم. خلاص يا عم لا ماليش في الحاجات دي يا عم. خلاص سيبه براحته يا عم. يا عم سيبه براحته. كنا قاعدين فين؟ كنا احنا قاعدين في الطياره. طياره؟ مساء الفول. مساء يا زميل. مناولة مش مقاولة. مساء الفل. خلاص ماشي روح انت. حاجة معاك؟ لا بس شكلك متغير يعني. لا ابدا ما فيش حاجة. ايه اللي متغير يعني؟ ولا عشان ضاحك؟ لا لا يا ابني مالك يا عم. لا لا يلا بينا. تعالى بس يلا بينا. اقعد اقعد. ايه ايه حاجة معاك في البيت؟ لا امال مالك؟ ماليش يا عم مفيش حاجة. مالك هتخبى على صاحبك يعني؟ هخبى عنك ليه يعني؟ هو فيه بالظبط؟ هخبى عنك ايه بس؟ بص يعني وشك باين عليك كتير. بقول له في حاجه كبيره كمان. هو ايه اللي باين يعني؟ لا بجد بيبان عليك يا ابني مالك. في ايه يا نادر؟ مش حاجه يعني. يا عم قول بس ما تخبيش. طب اقول لك انا، طبعا انت عارف ان الدنيا مش هتقف على حد. اكيد طبعا الحياه جسمه ونصيبه وكل واحد ياخد نصيبه. ايوه طب وايه لازمه الكلام ده اللي انت بتقوله يعني؟ نور اتخطبت. نور حاولت اخبي عنها بس ما عرفتش. ازاي؟ اللي حصل؟ نور اللي هي تبقى حبيبتي دي صح؟ اقول لك ايه بس كده اللي انت هتعمله ده ملوش اي لازمه. روح ايوه روح زيها زي غيرها. قول لي ايديها كبيره.
لا اللي حصل هو كده الموضوع انتهى خلاص، لا سيبك من المراحة ما تفكرش في اي حاجة، كده الموضوع خلاص. فرقول فترة تركيبة بكلمة اشتريت فكنت معي استغير بك ليه يعني ليه من غير ليه؟ خلاص احنا بسيبنا من الكلام ده وخلينا في دراستنا. كانت تقول لي معلش حرام كنت مستني انت ايه يعني بالظبط؟ كنت هتستنى ايه بس؟ الموضوع خلص يا عم، الموضوع خلص خلاص فكر. انا عارف ان هي صعبه بس فكر يعني. مش هتيجي بطريقه انا كنت تقول لي كويس ان هي جت بالطريقه دي. فاجئ انا عارف ان انا صدمتك بس ازاي؟ انا فعلا اتصدمت. انا عايز افهم ازاي؟ انا مش عارف. تعالى نروح نتكلم في البيت. يلا قول لي جرالها ايه؟ يلا يا عم يلا يلا نروح. قول لي جرالها ايه بس؟ نروح نتكلم في البيت يلا. يلا. مالك يا عم؟ اللي بيعك فيه ايه؟ مالك يا زميل؟ مفيش لا لا في حاجة مزعلان. البنت اللي أنا بحبها اتخطبت. يا زميل تقول واحدة تيجي ألف بدلها، شايف ده؟ كان خطب واحدة اسمها وفاء مساء الفل. وفاء مين؟ خطيبتك. ما خطبت قبل كده؟ لا ايه؟ سجارة حشيش. لك يا منظر قول يا صاحبي. انا عايز انساها. ودي يا صاحبي نسيت كل حاجه يا حبايه، نسيت كل حاجه في الدنيا. يعني هي ده اللي هتنسيني؟ اه زي وفاء كده. اه Thank you.
انت تعبان وراح على امك بيتها؟ لا 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 مايكل مايكل يا واد ولا قوم يا ابني قوم قوم يا ابني عشان تروح المدرسه يلا اتاخرت يلا يا بيتر يا ابني قوم عشان تروح المدرسه اتاخرت على كده ما اروحش النهارده انا يا عم بلاش كسل بلا ريحش روح بس يلا يلا ما فيش حاجه مهمه يا بيتر ده انت بتقول كده عشان مكسل يا ابني قوم والله بجد ما فيش حاجه مهمه النهارده انا كلام بجد يعني اه خلاص ماشي عايز حاجة مني؟ لا ماشي يا حبيبي ايه يا زميلي؟ مفيش حبايز اللي اديتها لنا المرة اللي فاتت دي؟ لا لا يا صاحبي عينيا ولا بالصحاب بس اعمل حسابك المرة اللي جاية بفلوس دي محبة محبة يعني؟ اه اللي عاوزه يا صاحبي كله بالفلوس بيمشي اما تجيب نفس يا عم صباح الفل حبيب حلو قوي تايوان ماشي ماشي سلام سلام انا بس حد بوس سلام الانجليزي ده ولا مهان والله ولا مايكل ده شاطر اوي مشام تاني مخدرات ده ولا ايه انا اول مره اشوف المشام ده دي مخدرات ده ولا ايه مشام تاني يا عم خد يا عم مشام دي يا عم دي مشام الصداع عمرين يا ابني مشام الصداع يا ابني ايه سمعت كده وانا مشام دي يا عم Thank you.
لو شفتك بتشرب مخدرات تانية تكون قتلك. لا خلي اخر يوم في عمرك. اقسم بدين. اقسم بدين. ما تشرب مخدرات تانية تكون موتك. ماشي؟ خلاص؟ خلاص. ينفع كده يعني؟ لا. ينفع كده تشرب مخدرات تانية ينفع؟ خلاص. طب وعدني انت مش هتشرب تاني. خلاص. وعدت. مش هتشرب. كلام رجالة. ما ننزلش في الكلام تاني. خلاص. خلاص. خلاص ماشي. والله والله ما شوف تشرب مخدرات تانية تكون موتك. سامع؟ سامع؟ خلاص. وعدني وعد رجالة وعد شرف ان انت بتشرب في مخدرات تانية. اضربها خلاص يا بيتر انا قلت لك انت هتشرب. خلاص. خلاص. كلام رجالة؟ كلام رجالة خلاص. خلاص. ما تزعلش مني بقى انا اخوك كبير وعلى مصلحتك. ما تزعلش مني. لما لازم اعمل معاك كده. لو سبتك انت هتشرب مخدرات ومش عارف نمو بعد كده. خلاص؟ خلاص. ما تزعلش طب انا اخوك كبير. خلاص. يا ما تزعلش يا ابني. يا ابني اخوك. طب خلاص. خلاص. خلاص صافي يا لبن. تعبت خلاص. انا لازم اتصرف من غير ما حد يحس. وراح فين مايكل ده؟ يسيف يسيف ام يسيف راح فين مايكل؟ كان له ولا شوية. الساعة 12 دلوقتي هيكون راح فين؟ لازم ادور عليه حل. انا بيت انا جاي معاك. كل حاجة بس بعدنا عن البرشام والحاجات دي عامة. ما لا صح فتحوها. ايه ده هون؟ هون مكسب صحاب مسيك الدنيا واللي فيه. قلت لك بلاش سامحني يا بيتر ما سمعتش كلامك. قوم يا مايكل قوم يا مايكل قوم. لا وانا لو شربتها هيحصل لي كل ده وتكون دي اخرتها. يعني ايه؟ يعني عشان حاجة ضاعت مني اخسر حياتي كلها؟ لا 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 لا, 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 لا.
أنا مش هعمل كده، وأكيد ربنا هيعوضني. أنا أقوى من المخدرات، أنا مش هشربها ومش هتكون دي آخرتي.